السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن بعض الرموز في المنام. بص يا حبايبي، اللي يحلم ان هو بينادي على اسم نصرة تبقى نصرة من عند الله، اعرف ان ربنا هينصرك في امر انت مستنيه، او ناصر تعرف على طول ان ربنا ان شاء الله هينصرك، او لو شفت النسر في المنام نصرة كبيرة، او لو شفت السيف ان انت رافع سيف في المنام ربنا هينصرك او هينصرك في حاجة انت مستنيها. اعرف ان ربنا بيقولك ان عز وجل نصرك. إيه لو شفت ناديت نفسك، شفت ان انت بتنادي على اسم سعادة في المنام، او سعيد او سعدية، اعرف ان امر ربنا هيسعدك في امر انت مستنيه، بشارة ليك بالسعادة والخير. اللي يشوف نفسه ان هو معاه طفلة، بنت صغيرة شايلها، دنيا جديدة داخلة عليه، وخير جديد وفرحة جديدة داخلة عليه، للبنت العزباء دنيا جديدة او زواج ليها. اللي يشوف ان هو شاف جدته المتوفية في المنام، ده دليل على حظ سعيد للبنت العزباء، زواجها او خطوبتها من حد هتبقى حظها سعيد معاه وحاجة كويسة لها بإذن الله. طيب اللي بيشوف ان في أسد حيوان مفترس بيهجم عليه، او يعني بيعوره او هيعضه او هيعمل فيه حاجة هيأذيه، اعرف ان الشخص ده واقع في ظلم كبير، مظلوم في ظلم كبير. طيب اللي بيشوف نفسه يا جماعة ان هو واقف على جبل عالي، فده علو في شأنه، تبقى يعني حاجة تبقى له مكانة عالية في شغله في دراسته، في حاجة كويسة ليه. طيب بالنسبة لرؤية الذهب للرجل يا جماعة، اللي يشوف نفسه رجل لابس ذهب في المنام، او ست تشوف جوزها لابس ذهب في المنام، فده وقع في مشكلة، او هيبقى في امور صعبة عليه، او دين مش عارف يسده. ده رؤية الذهب للرجل في المنام يا جماعة، والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، فعلوا الجرس اللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله. عندكم كلمة الاشتراك بالأحمر.